معنا خبر برضو حلو تاني عن بعثة منتخب مصر الوطني للكاراتيه اللي استهلت منافسات بطولة البحر المتوسط المقامة حاليا في أبروز. بإجمالي هنا 9 ميداليات متنوعة، حصلنا على 3 ميداليات ذهبية جاءت من نصيب يوسف هاني ده تحت 70 كيلو جرام، وعادل محمد عمارة ذهبية تحت 57، وعمر أشرف تحت 63 كيلو جرام. بقيت بقى الميداليات فجاءت بنتكلم برونزية كانت من نصيب البراء عماد ده تحت 70 كيلو جرام، وأحمد سامح تحت برضه 70 كيلو جرام، يوسف جعفر وزن 57 كيلو جرام، احمد سامح زغلول 63 كيلو جرام، وهنا هشام وزن 47 كيلو جرام، خالد عيد تحت 63 كيلو جرام. فالف مبروك لينا، حاجه مشرفه جدا وميداليات كتيره، ده اللي بنتكلم فيه. يعني اخبار حلوه احنا جايين لحضراتكم معانا اخبار حلوه على الصبح.